تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة الأشد احتياجاً، لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم. المرحلة 22 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية. هنا أرخص من برا. بصراحة ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة، الله يبارك له. والله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس، الله يجزيه عنا خير والله يبارك له، حاسس بينا وبالشعب، ويريتوا يكتر من الحاجات دي في جميع المناطق المجاورة لنا، بالذات خاصة احنا هنا في الفلاحين بنحتاج حاجات كتير زي كده. الأسعار كويسة والله جدا ورخيصة جدا، يا ريت كده على طول، بعيد عن جشع الناس والله، يعني يا ريت كده على طول والله. الرئيس الله يبارك له بجد يعني خفض الحاجة جدا، يعني زي ما كانت الأول، يعني الحاجات بأسعار زي ما كانت من شهرين ثلاثة نفس السعر، يعني الحاجة رخيصة جدا. من ضمن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة يوجد منها الكثير في الأحياء ذات الطابع الشعبي، لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. مبادرة كويسة جدا، وبنشكر سيادة الرئيس، والأسعار كلها حلوة ورخيصة. الأسعار كده دي كويسة لينا، وبنستناها على طول، وبنستنى التخفيضات دي دايما، وبنستنى المعرض على طول. بيبقى في فرق في الأسعار، امبارح جايبين الحاجة بسعر والنهاردة في سعر، في فرق في الأسعار جامد من امبارح للنهاردة، اللي احنا بنجيب حاجة من بره. بتفرق معانا في البيت الأسعار دي، طبعا الأسعار غالية فهي بتفرق معانا في البيت، كل حاجة فيها كويسة. احنا ما بنعرف ان في مبادرة من وزارة الداخلية ومن الرئاسة، بنيجي نجري عشان بتفرق معانا كتير أو في الأسعار. فبأمانة يعني بنشكر وزارة الداخلية والرئيس على اللي هو بيعمله معانا. وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية، لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات بخاصة الأشد احتياجا، وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. أنا مبسوطة جدا، يا ريت وأتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده، لأن حاجة فيها مخفضة فعلا عن بره بكتير. كما تشارك منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة للمواطنين. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. متشكرين يا سعادة الرئيس على اللي انت بتعمله معانا، متشكرين جدا، متشكرين جدا جدا جدا، والله قويك في اللي انت فيه. في حد ورانا، وان في حد بينزل لنا الاسعار، وان في يعني محاربة للجشع وللتجار اللي هم بيزودوا الاسعار. وفي اطار مبادرة كلنا واحد، قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي سلع مخفض أسعارها للمواطنين قاطني حي الأسمرات في إطار دعم سكان المناطق الحضرية الجديدة. النهاردة يوم حلو إن شاء الله، عشان خاطر الرئيس بعت لنا يميش رمضان، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أشكر الرئيس إن هو ما بينساناش دايما، وبيساعدنا في كل المناسبات، وكل سنة وهو طيب بمناسبة شهر رمضان. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جزاه الله كل خير، ونتمنى ان هم كمان يهتموا بنا اكتر واكتر، ودايما يزورونا بحاجاتهم الجميله دي. كل سنه طيبين جميعا. ما بين سلاسل تجاريه وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات، تواصل وزاره الداخليه فعاليات مبادره كلنا واحد في مرحلتها 22 لتوفير السلع بكافه انواعها بتخفيضات كبيره لدعم الاسر المصريه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ورفع الاعباء عنهم. وتتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.